انطلقت فعاليات مهرجان اسكندرية للفيلم القصير في دورته العاشرة، واللي بيضم قائمة من أفلام مصرية وعالمية، وكمان الدورة الحالية بتشهد إضافة جديدة من خلال تدشين سينما المكفوفين بمشاركة فنانين ولجان تحكيم دولية. على أرض عروس البحر المتوسط انطلقت فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته العاشرة بحفل على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية، ويقام المهرجان في الفترة من 25 حتى 30 من إبريل الجاري. يكرم المهرجان ثلاثة من صناع الأفلام، وهم الفنان سيد رجب والمخرج إسلام كمال ومنفذ الديكور وصانع التروكاج أحمد عرابي. كما يضم المهرجان قائمة أفلام سيتم عرضها ضمن فعاليات الدورة العاشرة، تشمل تشكيلة مختارة من أهم الإنتاجات العالمية والإقليمية والمصرية التي شاركت في أبرز المهرجانات السينمائية حول العالم. وتشمل مسابقات المهرجان مسابقة الأفلام الروائية دولياً، ومسابقة الأفلام الوثائقية دولياً، ومسابقة أفلام التحريك دولياً، ومسابقة الطلبة للمصريين. وقد أصبح المهرجان منصة غنية تحتفي بالفيلم القصير وصناعه، وفي ظل حرص المهرجان على تشجيع صناع الأفلام القصيرة ودعمهم، يتم تقديم جائزة خاصة هذا العام لأفضل سيناريو فيلم عربي. أيضاً يقيم المهرجان ضمن فعالياته في دورته العاشرة برنامج سينما المكفوفين، وذلك في إطار حرص المهرجان على إقامة فعاليات فنية أساسية وموازية تخدم المجتمع المدني، وحيث تعد التجربة هي الأولى من نوعها بمصر، ويتم فيها عرض عدد من الأفلام القصيرة لجمهور المكفوفين بواسطة شرح الصورة السينمائية.